يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة أكيد عندنا العديد من الموضوعات والأخبار الهامة جدا واللي بكل تأكيد بتخص النادي الأهلي وبعض الأخبار المحلية وأيضا بعض الأخبار العالمية. لكن خلينا بس في البداية كده نعزي المهندس هاني أبو رضا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة شقيقه فجر اليوم. طبعا المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم توفى النهارده الصبح بدري كده شقيقه، نتمنى له طبعا الرحمه والمغفره، ان الله وانا راجعون. طبعا ايضا تقدم رئيس واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه بخالص التعازي الى المهندس هاني ابو ريده. ان شاء الله ربنا يرحم شقيقه ويغفر له ويسكن له فسيح جنته.